أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداله العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ يحضري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر. ذكر المساجد. وبمجرد أن استوى في تلك البقعة الطيبة شرع أول ما شرع في بناء زاوية بالصلوات الخمس والوظيفة وذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. أسست يوم الاثنين لأربعة عشر بقيت من ذي القعدة من سنة 1349 هجرية. ثم تم بناؤها وتنظيمها في مدة وجيزة خارقة للعادة. وعندما تمت ورتبت أحوالها شرع في بناء جامعه الميمون الذي تم هو كذلك في مدة وجيزة خارقة للعادة. تعجب فيها المراقبون وحتى بنات المسجد أنفسهم لكثرة ما يتطلب مثله من الزمن والمال وقصر المدة التي تم فيها رغم ضيق الحال وشدة الزمن وتواضع الوسائل المادية. وهذا الجامع عينا هو سبب تاليفه المسمى مسرة المجامع في مسائل الجامع، وتأليفه الآخر المسمى وجه التحقيق في أن جامع مدينة هو العتيق. أدى به صلاة الجمعة لأربع وعشرين خلف من ذي الحجة الحرام سنة 56 هجرية مطمئنا محشودا. وبمجرد أن تم هذا الجامع بمدينة إذا بالهاتف الرباني ينادي الخليفة الإمام والقدوة الهمامة العارف بالله سكيرج العياشي التجاني وهو في البلاد المغربية بقوله: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا بهداه. فعلم ذلك الشيخ أن هذا تاريخ لهذا الجامع ونعت له واضح لمطابقة نقط هذه الحروف لتاريخ بناء الجامع سنة 56 هجرية. ولذلك أرسله من المغرب ليعلق فيه ليعلق في المسجد كتاريخ وتنبيه. ومن المعلوم والتعليم الحكيم لنا جميعا أنه لم يقرر الشيخ نفوذه الفردي على المسجد ولم ينفرد برأيه عندما تم، وإن كان منفردا بملك أرضه أصلا وبمادة التي بناه بها وبالقيام عليه والإشراف على عمله وبمصالحه العامة والخاصة ومصالح السكان حوله، لكنه إنما بناه لله ويرى أن العاكف فيه والبادي والسائس والعابد سواسية. فالجميع عباد الله والبيت بيت الله والمراد منه ومنه عبادة الله. ولذلك أشركه بالقيام على المسجد بعد إتمامه، فأخذ له 12 نقيبا من قادة البلد يتفقون دائما على ما فيه مصلحة المسجد وما يتطلب من رعايته. وأمرهم في الحين أن يختاروا له بعد الاتفاق على الكفاءة في من يختارون 4 كلهم مكلفون بمهمة خاصة، يكون من بينهم بواب وراء للأوقات، مؤذن كل ما تحققت، ومفرق للمصاحف والكتب الموقوفة على المسجد، ورابع يكون قائما بإيقاد السرج وقم المسجد وبسط الفرش للصلاة. وهذا الجامع هو الذي كب الشعراء في ذلك الزمن على وصفه وتهنئة الدنيا به، وكلهم يذكر ما لم يذكر الآخر. فمن ذلك قول العالم المحقق والشاعر المفلك محمد عبد الله بن بهباء العلوي: أيا جامع الخيرات إنك جامع لما جمعه ما ناله قط جامع، جمعت التقى والدين والحسن والبهاء
وتقصر فيذا أما ذاك الجوامع فلو كان يلفى للثلاثة رابع لهنئت الدنيا بأنك رابع بناؤك مرصوص وأصلك ثابت وطولك مرفوع وأرضك واسع وماؤك مسكوب تفيض عيونه وظلك ممدود ونورك ساطع ولم تبن إلا للعبادة وحدها وما معها إلا العلوم النوافع ويقول في محل آخر أمسجد إبراهيم أسست للتقوى وأرضك لا تأذيم فيها ولا لقواك كما يقول الشاعر الشهير والعالم الكبير محمد عالم بن فتى العلوي يصف هذا الجامع ويعد أبوابه لجامع الشيخ عند الفتح أبواب فيها شروط سعادات وأسباب لرحمة الله والخيرات منفتح باب السلام وباب المنة الباب وتوبة العبد والإحسان بينهما بابان تشرح بالبابين الباب وللنساء به باب تخص به لهن من بابه ستر وجلباب والله يعلم أن قاطعين به إلي من دون كل الخلق أحباب والله يعلم أن القاطنين به إلي من كل خلق الله أحباب والله يعلم أن القاطنين به إلي من دون كل الخلق أحباب والدور به النباب الجود منفتح وكل فن له في القوم أرباب أما الشاعر العلوي المشهور محمد بن محمد المختار يقول في الجامع متخلصا من الغزل ومتجاوزا إلى مده الشيخ كأنك ما نظرت إلى المصلى وما ضمت دعائمه السوامي أشم سنكي أبيض مشمخرا تقاصر أمداه من الشمام كأنك ما نظرت إلى المصلى وما ضمت دعائمه السوامي أشم سنكي أبيض مشمخرا تقاصر أمداه من الشمام يحق لمثله نص المهاري مضمرة مناسمها دوامي إلى سمج الدماغ يكاد يسمو فينهاه التواضع لسلامي قواعد جد إبراهيم فيها لترفع للمكارم والكرام بناها للإله فهل تراها محلا للمراء أو للخصام ثم يتجاوز متماديا في مدح الشيخ هذا وقد اهتاط الشيخ في أول موقف لسعة الأرض المعدة للمسجد ولعله قدر يوم مجيئه محاجرا على قدميه وهو ابن واحد وثلاثين عاما أن الأمر سوف يتطور وأن الدعوة الصادقة الناشئة عن قوة العقيدة وحسن النية وإصابة القصد والرسوخ في الحق تبدأ عادة بالانفراد وتنتهي إلى محالة بالحشود وأن قوة المعارضة في البداية للحق توزن بقوة انتصاره في النهاية وأن هذا أمر ما سلف منه ولي كامل قط ولا نبي مرسل وأن العاقبة للمتقين وأنه كما كتب بذلك عدة مرات لأحبابه يرى زمانا في المستقبل وهو عنده بصيغة الماضي أن من لم يسلك طريقه يسلكها ويندم وأنه سمع من لسان من لا ينطق عن الهوى ألا يضره مخلوق كائنا من كان وأنه أضيع من العمر فوق ما أضيع والده وأن هذا لولا أنه مراد للحق ما أحبه بعدم حاجة عنده في الدنيا وما فيها وفي ذلك الوقت الرهيب والموقف الحرج المليء بالمكائد والمعاملات التي تحاق بده بشتى الوسائل من طرف الحسدة الذين تدعمهم الحكومات والاستعمار وجميع أعداء الحق في ذلك الوقت بالذات قدر الشيخ على سعة المسجد وتطوره في المستقبل فأعد لذلك في أول تخطيط للمدينة العدة الواذية والإجراءات الكافية لأكبر جامع ممكن تشييده
وأكبر مجمع يمكن أن يصطف خلف إمام واحد يقتدى به ولو بوسائل مكبرات صوت وأعماد مد البصر عدادا مسبقا وافيا بما سيكون كيفما كان لكي لا يجرح شعور اللجار في المستقبل بتوسعة المسجد ولا يضايق مسكين ولا بيت لله. ولعل هذا التقدير للمستقبل تجسد بعد في بناء جامعه العقيل الأكبر الذي هو ثالث تأول للمسجد في مدينة هذه والذي أسسه عام 78,300 هجرية والذي كما ضرب الجامع الأول الزاوية التي سبقته كذلك ضرب الجامع العقيل الجامع الأول اجعله في مجرد زاوية من زواياه الشمالية واستبقى محرابه قائما شكرا لله وذكرى لأولئك الذين من الله عليهم بتلك السبقية وثمرات تلك الصحبة وتنشيئا لهمام الآكلين الذين هاجروا من بعدهم لله بالله كي يواصلوا الجد والاجتهاد حتى يلحقوا بأولئك السابقين وتبركا كذلك بذلك المحراب الذي أقيم فيه تلك الصلوات التي قارنتها تلك الصلات الواسعات والنفحات الكبيرات المستمرات والفيوضات التي لا حد لها ولا غاية كما سيظل ذلك المحراب محلا مباركا يستجاب فيه الدعاء دائما كما جرب ذلك مرارا وصحا والحمد لله. وهذا المسجد الأكير من أحسن المساجد وأنورها في القلوب وأوسعها امتدادا على الأرض وأرفعها منارات وأقلها تعقدا بالمنزل وأروحها للمتعبد وأوسعها طرقا فهو يمينا وشمالا 60 مترا دون الجانبين الملاصقتين المعدتين لمن شاء في الصلاة واللتين زيدتا بعد الشيخ بالقرب ومشرقا ومغربا 52 مترا دون المحراب ودون اللاصقة المغربية المعدة كذلك لذلك والتي زيدت مع أختيها بعد الشيخ. أما المحراب فهو 8 أمتار والجوانب 3 الملاصقة الضارعات أرض كل واحدة منهن 3 أمتار و80 سنتيما وعليه يكون امتداد جميع المسجد يمينا وشمالا بالملاصقتين 67 مترا و60 سنتيما ومغربا وشمالا بالملاصقة مغربا وبالمحراب مشرقا 63 مترا و80 جزءا من المتر وله 4 منارات مغربيتاهن أطول بكثير من مشرقيتيهن وأدق لا تحديد عندي لطولهما إلا أنهما يريان من إحدى أميال من فوق أدواح المرتفعة والبنايات الشاهقة وعلى كل منارة من المنارات 4 قبة خضراء وفي وسط هذا المسجد قبة خضراء واسعة مرتفعة مستديرة مساحتها على الأرض 28 ذراع ونصف ذراع تحملها 78 دوال مستديرة ويختلف هذه القبة شطه يربطها بالمسجد من الجهات الأربع على أصائل أخرى عددها 14 أسطوانة أما أصائل المسجد فهي 295 أسطوانة بين كل أسطوانتين 3 أمتار و70 جزءا من المتر أضف إليها 14 أسطوانة تحمل السطح المجير بالقبة والذي يربطها بالمسجد أضف إلى ذلك الأسطوانات 8 التي ترفع القبة الوسطى المرتفعة فيصبح الكل 217 أسطوانة أما أسطوانة الجوانبية فيمينا 13 وشمالا كذلك أما مغربا 14 فالجميع 40 إن أضفتها إلى ما سبق يصبح جميع أسائل هذا المسجد 257 أسطوانة أما أبوابه
فمغربا تسعة وشمالا سبعة ويمينا سبعة كذلك وكل مشرق أربعة وللمحراب بابان دون ذلك فجميع الأبواب في عهد الشيخ تسعة وعشرون ثم يأتي النوافذ وهي في عهده أيضا يمينا خمس وشمالا خمس كذلك ومغربا أربع ومشرقا ست فالجميع عشرون نافذة أما عن المدارس المبنية فوق جانبي اليمين والشمال ومشرق القبة فإني لم أتكلم عنها لأنها وإن كانت الصقفات زمن الشيخ فهي ما زالت أثناء العمل وذلك يقتضي تعرضها للتعديل في المستقبل والله أعلم كما يمكن التعديل أيضا على هيكل المسجد لأنه ما زال في أثناء العمل وإنما نتكلم عنه زمن الشيخ وعلى الكيفية التي تركه بها أما بقعة المسجد المخصصة له الواسعة النقية التي يقع هو في قلبها والمحوطة من كل جانب والمتصلة مغربا بالبراح الواسع المعد لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس سيرته الطيبة وتدريس سنته الطاهرة والمتصل مغربا هو كذلك بباب هذا الشيخ الذي أعد كل هذا ونظمه بدقة نظر وإحكام إعداد وأجعل موضع الصلاة في القبلة لمحل التدريس ومحل التدريس في القبلة لمنزله هو ليستمر استقباله لكعبة بيت الحرام كما هي عادته في كل جلوس عملا بتوجيه الحديث إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجلس قبالة القبلة أخرجه الطبراني مرفوعا كما للمناوي في الفيض أما في الوظيفة فإن الشيخ يستقبل من بين الصفوف الإمام الأعظم الذي لا يزال مستقبلا دائما أقول فتلك البقعة بالذات التي وصفت آنبا لم أقف على تحديدها بالضبط إلا أنها ما زالت تستطيع إحداث كثير من المدارس والتوسعة والأشجار المعدة لإبادة الرب هذا البيت تنظيم الشيخ للتعليم في مدينة وإذا كان الشيخ قد أعد للمسجد القدة الكافية الوافية وأولاه الاهتمام الواسع عند أول وقفة ونظر إليه في الحال وقدر له في المستقبل وواصل الجهد الجبار والمساء النافلة في تشييده والقيام بأموره وحسن تعبيره في الصدق والإخلاص منه وممن آمنوا استمدادا منه وأحسن اقتداء به فإنه أيضا أولى القرآن الذي هو أنيسه دائما ودستور دينه وحبل ربه المتين وكلام مولاه الذي أفرد إليه الوجهة منذ نشأ اهتماما كذلك بالغا وإناية جبارة جعلته في أول وحلة يستورد حملة القرآن البارزين حفظا وقراءة المجربين بترسيخه في الطلبة والمشهورين بالفصاحة وتدقيق كيف يخرج كل حرف ومن أين وما صوته ومتفننين في أحكام القرآن على تنوعها من وقف وإبداء وإمالة وفتح ومد وقصر وإدغام وإظهار وإخفاء إلى آخرها والمهتمين بتدقيق ما يعلمون حتى إن مهارتهم وجدهم أوداهم أن يجعلوها للصبي كبداية وكما أنه قام لهؤلاء المعلمين روحيا بأوقار ما يقوم به مرب لمريده الصادق المحب قام لهم كذلك بما يحتاجون إليه حياتهم من غير تحديد ولا حصر ليتفرغوا لمهمته وهيأ لهم المنازل المناسبة لتعليم كتاب الله والتزم على نفسه أو جعلها كالتزام مطبق أن كل مولود يلد ذكرا كان أو أنثى يدفعه لتلك المدرسة عندما يبلغ من العمر ما يتضمن أقل أهلية بلا تحديد في الزمن كما فتح باب هذه المدرسة العظمى أمام كل من يحب الدخول بها مكتفيا من الآباء بمجرد تسليم الأبناء لهذا الخير العظيم مع أنه لم يحمل الجانب الآخر من العلم المطلوب به
كعلوم الدين والنحو والصرف واللغة العربية، بل ابتعد لذلك أيضا عن علماء محليين يعرفون العلم وتعظيمه ويحسنون لغته كما يعرفون اللغة المحلية ليتعاملوا مع أهلها بما يبهمهم، إذا كان هو في بعض خدماته الدينية الأخرى الكثيرة. أما إذا جلس هو للتدريس فإن الطالب والأستاذ يجلسان معا مجلس المتعلم فيقرب للمبتدئ حتى يفهم ويعي ويوصي في آن واحد للمنتهي حتى يزداد ويعاين، وفوق كل ذي علم عليم. وكل من تخرج من تلك المدرسة القرآنية يدخله مباشرة في هذه المدرسة الجامعة لأنواع العلوم الدينية ووسائلها الكفيلة بإنجائها. توجيه الشيخ لأتباعه في مدينة وإلى الخارج. هكذا ركز الشيخ نشعة مستقبل مدينته الغراء الفتية على هذه الأهداف الأربعة: تعلم العلوم الدينية وتطبيقها، ذكر الله ومراقبته، حفظ القرآن وتلاوته، تسوية القلوب لتتلقى عن سرها الربه صلصال التوحيد وأطائب المشاهد وإذا كان هذا الشيخ معتمدا على الله ما الأسباب لهذه الأهداف الدينية فإنه اعتمد عليه لا مع سبب في الأرزاق الحسية إلا ما كان من حراسة في موسم الخريف فقط، اقتداء بالسلف الصالح وخضوعا لخطاب الحكمة ورغبة فيما يقتضي الحديث الشريف: ما من مسلم يدرس درسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أخرجه البخاري عن أنس مرفوعا. لكن من كان لله كان الله له، وبما أن القرية أسست بالإيمان وعلى تقوى الله من أول يوم فقد فتح الله عليها من بركات السماء والأرض، وذلك مما جعلها تعقل طمأنينتها وازدهارها في أسرع وقت حتى تكون مرغدا للعيش ومأوى للضريك ومأمنا للخائف، فما أصبحت كعبة للحق ومثابة لكل الألباب ولا قرابة، هي مدينة أسسها الشيخ لله بالله، وقد أصبح هو مستقرا فيها رسميا مقصودا فيها ومعروفة له ومسماة به، مع أنه لم يسلم مقريه السابقين من كولك ومن قوس ولم يكل الدعوة فيهما إلى غيره، لكن جعلهما موقتين. كما طفق أتباعه من بين أولئك الذين قدموا معه أولا يتواردون ويستوطنون حسب الإذن منه، مع أنه هو لم يطلق لهم العنان في الانتقال بالكلية أو قراهم وأماكنهم التي عرفوها أولا وعرفته والتي فيها بعض أرحامه والتي تعودوا أن يستعينوا بها على وسائل حياتهم المادية، والتي أيضا ستكون لهم مجالا واسعا وبابا مفتوحا للدعوة إلى الله التي هي الهدف الأوحد عند الشيخ والمعمل المنصب إليه جميع مسائيه، فأبى إلا أن يربط بين القوم وأوطانهم وجيرانهم ليصلوا أرحامه ويسهل عليهم العيش ويصلوا إلى الهدف المقصود بوسائل الألفة وسابق المعرفة وتفاهم المساكنة، وله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع أنه يعلمهم أولا ويربيهم ثم يوجههم ويصدر لهم أن الدعوة إلى الله تجب على كل فرد وأن كل جنس يجب عليه أن يدعو جنسه، ويؤكد لهم أن الدعوة بالحال أنجو من دعوة المقال، كما يؤكد لهم أن من أراد أن يسلم ويستجاب له فليتصف بما يدعو إليه قبل أن يدعو، كما يقول لهم على سبيل المثال: إن الراعي إن استقام في دينه اهتدى به الرعاة وإن لم يدعوه، وإن التاجر محل هداية للتجار إن استقام، والفلاح تجب عليه دعوة الله حينما الاستقامة أمامه كي يقتدوا به لأنه من جنسه ويعمل كعمله، وإذا فلا مجال أن يقولوا لا يمكننا أن نعمل كعملك في الدين
هكذا كان الشيخ يعلم أتباعه ويأمره ويخطه ويوجههم في دعوته إلى الله بصدق وأمانة وإخلاص، كما كان يرشدهم في الدعوة أن يخرجوا من أنفسهم وأهوائهم وحظوظهم البشرية، فيخلص العمل لله وفي الله، ويحذرهم من فكوك الانحرافات في النية وفي المسعى، كي لا يلبسوا الحق بالباطل، ولكي ينجحوا في قصدهم، ويسلموا من قواعد النفس ومن مكائدها المهلكة، كما كان يحطهم دائما على التقوى في الظاهر والباطن، ويبين لهم أن التقوى هي مفتاح كل مطلب للعبد دنيوي وأخروي، ويستشهد لهم بكلام الله تعالى، وكل نقطة من مطالب الإنسان يطبقها بالآية المحددة لذلك المطلب، والمبينة أن بابه التقوى، كما كان دائما يتبرأ بمن يدعي الانتساب إليه ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المطهرة، ويشهد المتصبب على ذلك بعد أن يشهد الله ويكتب لهم بذلك دائما، ويصرح لهم أن من أراد أن يكون معه في حاله فليسلك طريقه في أقواله وأفعاله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويصارعهم أنه يوشك أن يرفع الإذن عن كل مقدم تبتها بحضرته المحرمات ولم يكن لما أوجب الله عليه، كما كان يغطه دائما على كتم الأسرار الربانية وعدم التصدر للمشيخة، ويصرح لهم أن من تصدر للمشيخة قبل وجودها ضيع دينه ودنياه وابتضاها بين أبناء جنسه، وأنه بالظهور قبل إبانه يمنع الظهور لما فيه من حظ النفس، كما يؤكد لهم أن أكد المأمورات مراعاة الصلوات الخمس بالجماعات في أوقاتها مع المحافظة على الطهارة المائية لغير المعذور، كما يغطهم على ملازمة الجماعة في قراءة الوظيفة، ويخبرهم بأن من تركها أو تركها مع الجماعة فقد انقطع عن الطريقة والعياذ بالله، ومن فعلها بنفسه مع إمكان الجماعة لا تجزئه، ويذكر لهم أن بالوظيفة قوام التجانية للمرض، كما كان يأمرهم بتجديد التوبة في كل وقت وكل مكان مع مراقبة الله في سائر الأوقات والأنفاس عملا بقول عمر كما أخرجه الترمذي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كما يغطهم على اغتنام مجالس الذكر لا سيما إن حضرها كبير، ويؤكد عليهم في دوام ذكر الله، ويقول لهم إنه قد ورد الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم، كما يوجههم أن من أراد السؤال فليسأل الله ومن استعان فليستعين بالله، كما يحذرهم دائما من الخلاف لا سيما التباغض والتحاسد والتجابر والتقاضي ومن التجسس والاغتيال، ويصرح له مستشهدا بكلام شيخنا التجاني رضي الله عنه أن من لم يحافظ على خواطر الأصحاب التجانيين من التغيير يحل به الحلال، كما أنه يوصي من كان مقدما أن يبسط رداء ستره على كل خلل ويعفو عن الإخوان من كل ضلل، وإن أوقد النار شر يسارع في إطفائها من بينه، كما يغطهم على طاعة المقدمين مهما عملوا وسعوا في إصلاح ذات بينهم، ويحذر المقدمين من تغريم دنيا المريدين وينهاهم أن يتشوقوا إلى ما في أيديهم، كما يقول لهم نحن السادات الملامتية شأننا ستر المقامات وترك الكرامات، لا ندعي الدعوى ولا مزية ولا خصوصية، ولا نهتم بخرق العوائد والإخبار بالكشوفات، لأن ذلك حيث الرجال، وإنما المعتبر عندنا الكشف النوراني للظلماني، وآياتنا في قلوبنا لأننا ورثة محمديون، والوارث المحمدي آياته في قلبه، وهي أن يكون في كل نفس يزداد علما وحالا وذوقا، كما يكبرهم دائما ويؤكد لهم أن التكلم قبل الإذن هلاك مبين يدل على كذب دعوى صاحبه، ويبين لهم سبب ذلك، وهو أن العبد إما أن يشهد الحق وحده فلا كلام له ولا إشارة لفنائه، وإما أن يشهد الحق
وإما أن يشهد الخلق فهو مكلف شرعا. وغير هذين المشهدين باطلون، ولو ظن صاحبه أنه باطل والباطل لا يكون ظاهرا، كما يهددهم ثم يصرح لهم أن أي مجذوب يتكلم لا ينال المزيد منه، لأنه لا يقيم على معصية الله تعالى، كما يذكرهم ترهيبا بمن منعه من التجاهل بأسرار الربوبية وأبوا فقطع عنه مدده ثم هلكوا وهلك من سمع منه، أعوذ بالله مما حل به، كما يؤكد عليهم مرة أخرى أو مرات في كل مناسبة بالمحافظة على الصلاة في الجماعة والأمور الشرعية سيما الصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعدم مع الجميع ورعاية حقوقهم، ويقول إن الجنة توجد ريحها من مسيرة 500 عام ولا يجد رائحتها عاق ولا قاطر رحيم، كما يؤكد عليهم دائما في الوظيفة مع الإخوان، وأن جماعة شرط بها، وأن من فعلها وحده لا تكفيه، وأن شيخنا تبان رضي الله عنه يقول لو علمتم ما في الوظيفة لأتيتموها حبوة، والذكير لهم أنها تكفر عن صاحبها جميع ما ارتكبه في يومه، وتحصل له شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما ارتكبه مما استحق به العقوبات العظيمة، ويؤكد ذلك بكلام شيخنا التجاني، ويذكر أن فيها تجليات وأضواء معدات لأهلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم محبة خاصة غير التي تقدم لهم ما حافظوا على شروط حقيقة مع الأحباب، كما يخبره أنها لا تبني عن الورد والورد لا يبني عنها، ولا ينفق هذا الشيخ دائما يحثهم على التعدد مع كل مخلوق لله والإحسان إليه، ويقول لهم إن من أحسن إلى سائر الخلق وأساء على هرة لا يؤدي عند الله محسنا، هكذا يوجه شيخنا دائما ودواما الدعوة إلى جميع عباد الله خصوصا أتباعه الذين أخلصهم الله واجتباه لأخلص التوحيد وهيأهم لحضرة قدسه واصطنعه لنفسه فصفى سرائرهم ونور بصائرهم وطهر ضمائرهم فاستجابوا لله بواسطة عبده الخاص الذي يقول والأمة قصدي فيهم أن أصفهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا وتعلم هل في الخلق أحنا عليهم مدى الدار مني والبعيد كما دنا، كفاءة الشيخ للدعوة وإيجاد الله إياه لها، هكذا كان يفعل رضي الله عنه، ولا جرم أن يخص شيخنا على الصدق في الدعوة ويستخلص لب لبابها ويؤسس لها أركانها ويفتح مصاري أبوابها ويمهد لها طريقها ويقوم بأعبائها وآرابها، فأهل مكة أدرى بشعابها ورب الدابة أولادها، وهو والله أبو نجدتها وابن بلدتها وطلاء أنجدتها وموقف أعمدتها وفاتن أفئدتها ومالك أضمتها والوفي بذمتها ورابئ راياتها والمتحدي بصورها الحقية وبآياتها، أعطته مقودها فحضب سلوكها واقتادها ونقى حوضها وبين غاياتها وأبعادها وأسس حيطانها وأرسى بالحج أوتادها وثبت أركانها وقوم عمادها وأمطر سفوحها ونور أنجادها وشاد مدائنها وشيدها وتأهدها وجددها وأعادها، فهو إمامها وعليه قوامها نسبت إمامها وألقت إليه خطامها فاستسلم زمامها وارتقى سنامها ورعى ظمامها وشد احكامها وثبت اقدامها وعبد الطريق قدامها حتى بلغها مرامها ورفع من المحيط الى المحيط اعلامها، خصوصية الشيخ للفائده. اما ما تفرد به من مقام اسماه ورتبة جامعة عظمى وفيوضات واسعة الجوانب آمية الامواج وعلوم راسخة واسعة الأفلاك ثانية الأبراج وصيت إلهي ملأ المسامع والفجاجة وإكسير رباني
أبدل نحاسا يريدين بخالص الدرب ومدد واسع صير الصخر عندامن البحر وكرم بخل الصيب المدرار وهدي محمدي أحمدي إبراهيمي أخجل الشموس والأقمار فذلك وربك أمر لا يحتاج إلى برهان ولا يتمارى فيه إلا السم والبنيان كما أن خصوصيته بالنبحة الكبرى والمنصب الأحمدي الأسماء والبيضة المنتظرة العظمى التي كان شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه يبشر بها أصحابه وكان خلفاؤه وكبراء أتباعه يتمنونها لأنفسهم ويبالغون في البحث عنها ويصفون صاحبها ويحدد بعضهم سنه هكذا كذلك شيء أوضح من الشمس وأعم من النهار ولا يشك فيه إلا أمي البصائر والأبصار وإذا كان قد برهن على اختصاص هذا الشيخ بتلك الفائدة المذكورة دخول عشرات الملايين من بني البشر بطريقة من أقطار شتى والعدد الوافر منهم كانوا غير مسلمين قبل دعوة صاحب الفائدة واتصالهم به وكان قد أصبح الجل من الجميع أو كثير منهم يتمتعون بالولاية الكبرى بمجرد أخذهم عن هذه الطريقة غائصين في بحار معارف المعارف كما برهن اتصافه هو بجميع ما وصف به صاحب هذه الفائدة القديمة من صفات محمودة وصعودة شاملة أقول إذا كان ذلك برهانا واضحا فقد أجمع كذلك علماء الأوالي ومبرز هذا الميدان أنه هو صاحبها من غير شك ولا ريب وشهدوا بذلك باتا وبكل تصريح كما خلدوا قيام شهاداتهم بأنظامهم ضمن أمدادهم الكثيرة له ولم تزل موجودة قائمة بخط أيديهم بأقلامهم فهذا القاضي الكبير العالم العلامة الشهير محمد عبد الرحمن بن سالك بن بابا العلوي يقول إنا نراك وأنت صاحب بيتها جددت من آثارها الأدراس إلى أن يقول الشيخ إبراهيم خير مؤمل لقضاء حاج المستهام الآسي في صدره كشف الحجاب وقنر في راحتيه بنا ذوي الإفلاس يا فوضى قوم قلدوا فإنهم مستمسكون بأوطق الأمراس ويقول في محل آخر أيها الشيخ كعبة الآداب عرفات الأوطار والآراب أيها الشيخ كعبة الآداب عرفات الأوطار والآراب معدن العلم منبع السر مرمى أعين الزائرين والطلاب ثمرة سودة المؤطل والمجد ومرتاح باب كل هجاب لست مرتابا في خلافتك الشيخ ولا مصغيا إلى مرتاب أنت لب اللباب ممن يربي وقليل في الناس لب اللباب مفرد جوا حاضر غائب مبتتر ظاهر مصيب الصواب مفرد جمع حاضر غائب مبتتر ظاهر مصيب الصواب وهذا قليل من شهاداته لهذا الشيخ بهذا المعنى أما قاضي القضاة السيد محمد له أكثر من أن تعد لتخللها لأمدائه التي لا تنتهي لهذا الشيخ لكن منها قوله في قصيدته الصينية مقامات أبطاب البرية رامها فأقعده الرحمن منها على الكرسي خديم أبي العباس حاجب سره ووارثه قيضا على العين والرأس وفي إهداء نياته يقول لنهج أبي العباس أحمد سالك عليه بنايات الخلافة طابع وما هو إلا هو صاحب فيده وإني براهين لذاك قواطع وقد عم مجموع البرية هديه فلم يبق شيخ لا ولم يبق يافع ولا عيب فيه غير أن مريده يخاف هلاك النفس مما يطالع وفي محل آخر يقول محل يد التجان من أصاه سعيد من تقابله يداه لأمر أبي وأمر أخي وجدي لحتم أن تقبله الشفاه نظرت بعين باصرتي إليه وصرت مقبلا بفمي لماه
أصاغ بها خليفته أتانا وما آت بها أحد سواه. وفي محل آخر يقول: ما هو إلا هو صاحب وقته وعلى يديه قيبة التجان، وإذا أردت على القرائن حاله بها إليه يشير كل بنان. وفي محل آخر يقول: عليه من آيات الخلافة آية من الله لا تخفى على من تأمل، على وجهه نور من الله ساطر، أبى الله إلا أن يتم ويكمل. ويقول في محل آخر: عليك بشيخ القوم واسلك سبيله، ولا تنو إلا ما يكون له نحو. بدل من أبي العباس فيه خلافة، قضى أمره في كل مسألة قفوة، وأصحابه يملي عليهم معارف، ويملأهم فكحا ويملأهم نحو. أما العالم الكبير والشاعر الشهير السيد مناقب المصطفى التندقي، فمن قصيدته القنانة الشهيرة: وهو الخليل حبيبه وسميه، وتراث رتبته المعظم شانها، قطب التجانية الشهير وتاجها، وإمامها وجدوده تيجانها. ذو الرتبة العليا التي تنحط عنها العارفون وإن سما عرفانها، وبه الشريعة قد تمكن صيتها، وبه الحقيقة قد سما بنيانها. كلتاهما لولاه أقر رسمها، بين الورى وتدكدكت أركانها. إلى أن يقول: وحضاك بالفيض الألي وفي وضمى، من النبوة أنتم ميزانها، إلى آخرها. وهذا الإمام العلامة والدراكة الفخامة، صاحب التعاليم الكثيرة والجيودات الجمة، خليفة شيخ نتجان في الديار المغربية، الإمام سقيرج العياشي، يراسل صاحب الفيضة بالقصائد ويؤدينه أكثر من شهادة بهذا المعنى. فمن ذلك قوله: عليكم سلام لا يعد ولا يغسى، وما مثله بين البرية يستقصى، وأنت له أهل بما لك فيه من كمال وفيه وما فيه يرى أحد نقصا. عليكم سلام لا يعد ولا يغسى، وما مثله بين البرية يستقصى، وأنت له أهل بما لك فيه من كمال وما فيه يرى أحد نقصا. شهدت لكم قدحا مبينا بما لكم به الحق من بين البرية والخصى. إلى أن يقول: ورثت عن الشيخ التجاني خلافة، وإني لكم فيها أنص لكم نصا، وإني أرى الشيخ التجاني يا خاتما، وأنت الذي قصرت في الخاتم الفصا. أما باباه بن أبت المجلسي فإنه يقول مما يقول في بعض مدعه لهذا الشيخ: شهد الشيوخ ذو الرسوخ بأنه ورث الخلافة من أبي العباس. وهذا العالم والشاعر المختار بن أبلة البوحصني يقول في قصيدته: جمع الشريعة والحقيقة ناشئا، فهو المقدم فيهما تقديما، شيخ له في كل شاور رتبة، صعد به فوق الفتي ظعيما. أما العالم الشاعر الخنزيز محمد محمود بن أحمزي البوحصني، فمن شعره في هذا المعنى قوله، خاصة في قرنانته المشهورة في مدح هذا الشيخ: نعم ذاك إبراهيم قوت الورى الرضا، وقيت البرى من يحمل الكل كله، أجل السماوات الأولى ما أرض الله، وخير بقاء الأرض ما قد أقله، ولا عيب في أخلاقه غير أنه إذا جاد فضلا بالكثير استقله. أما أحمد بن بابا بن الشيخ سيد الانتشائي، فمن شعره قوله وقد أحسن: إذا قيل في الجلاء من الملجأ الذي، إذا نحن يممنا تقشى أمام الله. إذا قيل في الجلاء من الملجأ الذي، إذا نحن يممنا تقشى أمام الله. يجيء جميع الناس باسمك صارخا، أليس بهذا القدب تنكشف الغمة. ومما يقول مرة أخرى:
إذا خطر في قلبك اليوم خطرته أقاءك في الكون قبل أن تحتم. كما يقول القاضي محمد عبد الله بن خفاء المذكور سابقا في محل آخر في شعر الحيدتي: هو البيض لا يخفى على من تبصر، فمن شاء ياته ومن شاء أنكر. وخص به المولى مدينة كولاكن، فكان له دون المدائن مظهرا. ومظهر ذاك الفيض لا شك أنه تنال به الأيام عزا ومقرا. هي الفيضة العظمى فلا متقدم يحرم حواليها ولا متأخرا. إلى آخر قصيدتي. فهذه إيماءات خفيفة إلى كثير وكثير من شهادات العلماء الأجلاء من الأجانب لهذا الشيخ في خلافة تامة عن شيخنا التجان وبحمله الكوثية العظمى واقتصاصه في الفيضة التي نال ما تمناها الكبار من التجانيين لما سبقوا في الضمن. صدق سبب عدم استشهادي بكلام تلامذة الشيخ فيه. سبب عدم استشهادي بكلام تلامذة الشيخ فيه. أما تلامذة هذا الشيخ وأتباعه فإني لم أستشهد بكلامه وإن كثر وصروها وأمت البراهين القاطعة عليه والتبحث مع صدقهم وأمانتهم وسعة خبرتهم بالمقامات ومهارتهم في التعبير وإدراكهم للحقائق، لكن دفعا للتهمة واكتفاء بتسليمهم عن قصاو إليه والقلوب على بابه، فلا شك أن في أحوالهم أهوجنا تاما عن استجلاب أقوالهم لي. ولا شك أيضا أنهم رأوا فيه ما يطبيه وشربوا من سره الأمهوج ما يؤويه واتصفوا منه بما يزيله عند الله ويعليه، وظهر عليه كل معيد لدعاويه. قوم كثيرون مختلف الأجناس واللغات، متباعد الأقطار، متباين البيئات، متفاوت الأفكار والنظعات، من بينهم نخب القبائل والبيوتات، وفيهم العلماء وآباؤهم والمشايخ وأبناؤهم وأتباؤهم، وفيهم الأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء، وفيهم الصلاحين والخول والأمراء والرعية والعقباء والسوكة، والكل يجمعهم هدف واحد ويقودهم مراد واحد، وهو محبة الله ورسوله والتعلق برضاه والتشبث بتوحيده الخاص، وكلهم يحب أكام بالله لله ويتعلم له كما يتعلم لنفسه وضويه، ويقوم بحاجته كأنما يعنيه كل ما يعنيه، وهم المتحابون في الله المتواصلون فيه الحامدون كما في الحديث الشريف. ولذلك يقول أحد شعرائه: فلو كان ينجو من بل السوء فرقة نجونا من الحمقى إذ الحال تردو. فلو كان ينجو من بنو سوء فرقة نجونا من الحمقى إذ الحال تردو. نقيم حدود الله سرا وجهرة ونزعن للمقدور منه ونخضع. ولم نتطلع غير عيب نفوسنا ولم يرنا في أرضه متصنع. قبائل شتى ألف الحق بيننا فلن يلفنا إلا على الله نجمع. قبائل شتى ألف الحق بيننا فلم تلفنا إلا على الله نجمع. نواصل في المولى ونهوى لأجله ونبغض فيه نودي ونمنع. وندفع بالحسن اتباعا لأحمد وفي أوجنا أنا نهد ونقع. ولم نخش إلا الله ما دام واحدا رحيما ولا في غيره الدار نكمع. وما نقموا من قومنا غير أنهم بربهم قد آمنوا وتولعوا. ولم يذكروا إلا الإله ولم يروا ولم يسمعوا أما سواه ولم يعوا. قد انتبهوا المختار حبا وصحبه ومن رصقوا في دينه وتوسعوا. فهل ينكب الإيمان من كان مؤمنا وهل بدع المختار إلا المبدع. ولكن لأهل الجهل عذر لذي الأمى يغطي ضياء الصبح والجهل أكبر. ولا لوم ممن حاجر الحق قلبه إذا أنكرته منه عين ومسمع. فهم لا شك أخيار من خيرة عباد الله المكرمين وأوليائه المقربين وأصفيائه الخالصين المخلصين.
المتسمين بما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المستكمل للإيمان، وبوصف أولئك الذين ذكر أيضا أنهم يقبلهم الأنبياء والشهداء، كما في حديث أبي داود وغيره عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله ناسا يقبلهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، لا يضعون إذا فضيع الناس ولا يحضنون إذا هزلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحضنون. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحضنون، قال: الذين يتحابون في الله. وورد مثله من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه ابن مردويه. هكذا ذكر جلال الدين السيوطي في كتاب الإتقان، وذكر ابن جرير الطبري مثله عند هذه الآية، وذكره ابن كثير الدين الشقي في تفسيره، والقرطبي الأندلسي في جامعه للقرآن. لكن إنما نحن الآن بسبب سيار مدينة الشيخ بعد ما استقلت باسمه وتضينت بنوره وامتلأت من سره واستقر سكانها وزائروها على هديه غارقين في محبته مستمسكين بقوته الوسطى مقتدين بهديه القويم واقفين عند حدوده مستحضرين همته امام مهماته اخذين عنه اداب السلوك كما اخذوا منه حقائق الجزر مندمسين في حضرته مراقبين قوته وصفاء مددته خصوصا حاله تلقينهم للاوراد وحالة توجيههم لغيرهم نيابة عنه مراقبين كما يعمرهم معاني الأذكار حالة تلاوتها مستمدين من الشيخ بنياته مستحضرين صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقوضين الأمر لله محسنين الظن بالله متوكلين على الله كما كان يقرر له دائما في شروط الورد عند أخذه وقت تلاوته ويقول له إن هذه هي شروط الانتفاع في الطريقة إضافة إلى شروط الصحة الثلاثة التي هي عدم تركها أبدا عدم تركه أبدا وعدم جمعهما أو ورد من أوراد المشائخ اللازمة لتركهم وعدم زيارة الأولياء غير امتدادنا ما عدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتداد الدعوة من مدينة إلى جميع البلاد ومن هنا أصبحت الدعوة الخالصة لله الصادقة فيه الصافية من كل شوب تمتد من مدينة كولخة بنفوذ وقوة في جميع أنحاء السنغال وغامبيا وموريتانيا ثم إلى جميع الأقطار المجاورة ثم إلى جميع أنحاء العالم مغربا ومشرقا أمم يأتون لأخذ الطريقة أو يتلقونها في بلادهم من مشائل الحق الممتدين من مركز الدعوة في مدينة وأمم يبتغ لهم الفتو الأكبر بلا رياضة ولا كد ولا مجاهدة نفس وآخرون يسبحون في بحار المعارك الغرقاء بالمشاهد القدسية وفرق يؤمنون بالله الأحد وبرسوله الصادق ويكسرون أصنامه ويفردون العبادة للواحد الباقي الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه مرجع كل شيء مخلصين الوجهة إليه سبحانه وتعالى رافضين ما سواه استجابة للتوجيهات المخصصة لهذا النوع من الدعوة ولن تزل مدينة هي منطلق أولئك الدعاة الهادين وهي موئل هؤلاء المستجيبين المهتدين الفائزين وبها مسكن قلوبهم الطاهرة نيرة أجمعين والشيخ يسقي هذا ويصدره بالصدق وإنفاذ حكمة ويتلقى ذلك بإخلاص ولين ورحمة هذا صادر قنهل منه وعلل وذلك وارد الروية عندما دخل ثم علل علل ولم يمل وأولئك دائبون حامدون وهؤلاء مقبلون إلى الخير يتسارعون وأمام أولئك ووراء أولئك آخرون يتهيئون لما له من الخوف هم أظلم معدونا ولسان الحال ينشد هلموا أيها القوم إلى الفوز والنجاح هلموا إلى السعادة والفلاح هلموا إلى ارتباط القلب والمعرفة بالله
هلموا إلى المحبة الخالصة والاتباع المخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هلموا إلى العلوم الحقانية، هلموا إلى الأسرار الربانية، هلموا إلى عبادة الله، هلموا يا عباد الله إلى النفحات الرحمانية، هلموا إلى الكرامة الباطنة والنعمة الظاهرة، هلموا إلى صلاح الدنيا والآخرة، هلموا إلى نيل جميع الآراء وفتح سائر الأبواب، هلموا إلى أعظم منحل وأوسع باب، هلموا إلى البحر الأباب والعجب العجاب. من جاءه شهد العجاب بسعيه ورع المحال لديه هون منالا، ورع الصفائن تشحن لواهد من كفه ورع الإياب ثقالا، ورع لديه الأغنياء يميرهم، ورع الأرامل نسوة ورجالا، ورع بآلته الصبي وأمه، ورع أباه وعمه والخالة، ورع الجموع على الدروس أمامه، ورع المدارس يمنة وشمالا، ورع الوليد الكتاب ويتكي ويصرف الأسماء والأفعال، ورع الأكابر والأصاغر قد فنوا وبقوا قابوا بالإله تعالى، ما إن يرى إلا كميلا عارفا بالله منهم هاديا دلالا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما أصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالآل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.